نجحت في امتحان المعهد، بس انت من قبل كده كنت نجحت في تقليد شخصيات كتيره جدا. انت وانت عمال يتكلم استاذ محمد صبحي، طبعا اللي عارف طريقه استاذ سعد اردش، نبيل الحلفاوي على طول بيقلد الناس، بس قالوا انك بتقلد يوسف وهبي بشكل مريع. لا والله سوري بقى، يعني لا انا عشقت المليجي، يعني انت عارفه واحنا بنصور، وحتى ده موجود برضه على اليوتيوب فارس بلاجواد بالتحديد، لانه كان عمل صعب وقعدنا سنه بنصور فيه، فكنت قبل عشان نحفظ المشهد نعمله بممثلين زمان. يعني انا بعمل حافظ في فارس بلاجواد، اعمله بالمليجي، عبد الله مشرف يعمل حسين رياض، مجدي صبحي يعمل حسن فايق، فنحفظ الكلام بالشخصيات دي. انا عملت مره كان في يا تلفزيون يا كان رمسيس قال لي حاجه مفاجاه كده، قال لي انت عملت هاملت؟ قلت له اه. قال لي طب لو هاملت دي بتتقدم بالممثلين بتوع زمان وانت المخرج؟ فعجبني السؤال قوي. ايوه قلت له اوكي هعمله لك حالا. قال لي ايه؟ قلت له هاملت محمود القصري، على الفتاح القصري، والشبح بتاع ابوه اللي بيطلع له هيبقى محمود المليجي، هو زاع المشهد اللي هو بتاع الشبح ده. هاملت اللي هو امير دنماركي او امير يعني من امراء اوروبا، هو بيجي له والده في المنام في الخيال كشبح، يطالبه ان هو ياخد ينتقم له، يعني ينتقم لان عمه قتله يعني. فهو الكلام هاملت بيقول يا ملائكة الرحمة لطفا بنا، إن مجيئك يحتم علي أن أخاطبك، أناديك هاملت أبي مليكي يا منقذ الدنمارك أجبني. فعملت بقى، تخيلت فعلا أنا بخرج على الفتاح القصري هيعمل هاملت الأمير الدنماركي والشبح محمود مليكي، فبيقول له يا ملائكة الرحمة لطفا بنا، إن مجيئك يحتم علي أن أخاطبك، أناديك هاملت أبي مليكي يا منقذ الدنمارك أجبني. يقول له اي هاملت اي هاملت، يقول له تكلم اني سامع، وانك لاخذ بالثارب على ان تعلم، يقول له سائر اي سائر اللي بيطير. فبيعمل مشهد بقى، يعني طبعا كانت حاله يعني